مساء الخير والنور والشعر. لو كانت القصيدة امرأة جميلة لأحبها كل الناس، فكيف إذا كانت المرأة قصيدة؟ سعاد الصباح هي هذه القصيدة، يسمونها سفيرة الكويت وصوت العائلة الصباحية وصدى هذه الأرض الطيبة، كيف لا وهي تحمل وطنها على ظهرها في الحل والترحال، تحبس نبضاته في قلبها، تقوله شعرا، تغنيه حبا، وترسمه شعارا على أعتاب مجالسها. لا ترسو مراكبها إلا في مينائه، فهي معه حتى يقوى ويتعافى. هكذا كانت يوم اجتاح العراق أرضه وأحدث فيه زوبعة لا تبقي ولا تذر. وكم تمنت لو دارت روح الحرب على أرض إسرائيل وشارك فيها الأشقاء جميعا بدلا من أن يطعن الشقيق شقيقه. لا تعرف الحساب الشعري، تكتب من دون حساب تماما كما تعطي. إنها القصيدة البيضاء في الزمن الأسود. أم مبارك كما يحلو لها أن تنادى، امرأة مترامية تمسك بعينيها قلوب المعذبين في الأرض حيثما كانوا وترتدي أزياء حريتهم، فهي جزء من معاناة الآخرين وشعرها وليد أحزانهم. تحفر هنا وهناك بهدوء وعنف للتنقيب عن سعادتهم ودفن تعاستهم ولتخرجهم من أودياتهم المسكونة بالظلم والظلام. سعاد الصباح هي الأنثى بامتياز، ألق أنثوي لا ينتهي. ألم تقل في البدء كانت الأنثى كما الكلمة؟ الكلمة عندها لا تصنيف لها، فليس ثمة كتابة رجالية وكتابة نسائية. الكلمة هي الكلمة، بنت التجربة والمعاناة، لها جسد ولها خيال، لها وقع ولها إيقاع، تعبر عن قلق المصير كما عن فرح الحياة. فالإبداع حرية، وأكثر ما يؤلمها أن هذه الحرية شاحبة في الوطن العربي، وترى أن للمرأة هنا دورا فعلا ضجيجة، ولها أن ترفض، أن تتمرد، أن تواجه. وقد عبرت عن هذا بقولها: ولكنني خنت قوانين الأنثى واخترت مواجهة الكلمات. الثقافة عندها ليست حلية أو قلادة تحملها، ولا هي زي اجتماعي تلبسه. الثقافة تجري في عروقها، تشع من عينيها، وثقافتها فعل ممارسة يومي يأخذها إلى قضايا الناس، إلى همومهم، إلى قضايا الوطن، إلى المقاومة، الثورة والفقر والحرمان، إلى الحوار والحرية والصداقة، إلى الخلق والإبداع، إلى تفاصيل الحياة كلها. وهي إلى ذلك في قلب الحداثة، وترجو أن تنقل الحداثة من قلبها إلى قلب الوطن، فيخرج من حال التقليد والاتباع إلى حال الحرية والإبداع. مثالها الشعري نزار إبيني، وتقول إن له فضلا عميما على الشعر العربي، فهو ليس بائع شعر بل رائد كبير من رواد الشعر العربي المعاصر، هو أستاذ وصديق. أما ملهمها الأول والأخير فهو الشيخ عبد الله مبارك، الذي أمسك بيدها إلى عالم الثقافة والشعر والسياسة، ومنه تعلمت أن الحرية والحق توأمان لا ينفصلان، كان الزوج والأب والصديق. أميرة، شاعرة، باحثة، يملأ صراخها الثقافي أرجاء الوطن العربي، تركض بعيدا في ليلنا الطويل عابرة امتداداتنا السرية، كلحن جميل يفاجئ سكوننا، وكشراع أبيض يمخر موجنا العاتي نحو شواطئ الحضارة والحرية والسلام. دكتورة سعاد الصباح، أهلا وسهلا فيك بلبنان بين أهلك وأصدقائك ومحبيك. أنا برحب فيك بالـ MTV هالتلفزيون.
يلي حتطلي من خيدر وعلى جميع اللبنانيين. ببرنامج مرايا بدنا نعرف المشاهدين على سعاد الصباح، مين هي، شو بتعمل بشكل أشمل وأوسع، وهالشي عبر التوقف عند المحطات الأساسية بحياتك، هالمحطات يلي طبعا طبعتك وكونت شخصيتك. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم، وأشكرك أولا أتحت لي هذه الفرصة، لأن لبنان في القلب دائما واللبنانيين في القلب دائما. وأشكرك على هذه المقدمة القصيدة. فأنا مش عارفة أنك تكتب شعر. أنا كما قلت صوت من لا صوت لهم، أنا صوت كل عربي على هذه الأرض. أنا تحت أمرك وأسأل ما شئت. أنا أول شيء بديك لا شكر على واجب، وقت أنا بستضيف إنسان بمقامك لازم طبعا تكون الكلمة اللي بدي أقدم ليها تكون كلمة لايقة فيها، ومفروض اجتهد عليها واشتغل قد ما فيني تهالكلمة تعجبها، وهي على كل حال كلمة طالعة من القلب. تسلم. وفيها كثير من الصدق. تسلم، شكرا. ببداية أمسيتنا رح نحكي عن لقائك بالشيخ عبد الله مبارك الصباح. أنتوا طبعا من نفس العائلة، العائلة الحكمة بالكويت الصباح، لكن من فروع مختلفة ومن جيلين مختلفين. عن زواجك من الشيخ كان عملك 16 سنة، وكان هو كما يعرف رجل ناضج وكان نائب لحكم الكويت. إذا في مجال، إذا فيك تسردي لنا أو تروي لنا أجمل ذكريات الحب اللي جمعتكم بهذيك الفترة. بكل سرور الحقيقة، يعني أنا دائما بعيش على حياتي مع الشيخ عبد الله المبارك، لأن الشيخ عبد الله المبارك لم يكن زوجا، بس كان صديق وكان أب وكان أخ وكان رفيق درب. فالشيخ عبد الله المبارك تعرف علي، كنت بنت عمه ولكن لا يعرفني حقيقة، لأنه بنات العمة كثار ونحن كثيرات في العائلة. فكانت امتحانات أول ثانوي، وكان هو رئيس مجلس المعارف الأعلى، وعادة كانت المدارس موجودة بقلة، مش مثل الوقت الحالي. فكانت الشهادات ترفع إلى الوزير أو الوزير المختص حتى يوقع عليها. فلما جاءت الشهادة وكنت الأولى على أولى ثانوي، ففوجئ بسعاد محمد صباح لمحمد الصباح، فترك الشهادة على جنب وسأل المرحوم عبد العزيز حسين، هو كان وقتها مساعده في وزارة المعارف اللي كان يرأسها عبد الله الجابر الصباح، كان مسافر، والشيخ عبد الله مبارك الصباح كان الرئيس الأعلى لمجلس المعارف. فسأل الأستاذ عبد العزيز حسين عن هذه الفتاة، فقال إنها فتاة مجتهدة وأنها دائما من الأوائل. فأخذ اسمي، وفي يوم الثاني للشيخ مجلس كبير في الصباح، يأتي جميع أفراد العائلة للسلام على الشيخ الساعة 6 صباحا، وهذه عادة متبعة في الكويت، وكل أهل الكويت في الديوانية مفتوحة الصبح. فلما جاء أبي طلب منه المكوث حتى ينصرف أفراد العائلة. فعن رواية أبي قال أنا بدأت أخشى من جلوسي لطلب الشيخ، دائما الشيخ يطلب أو يكون في شيء غلط أحد أفراد العائلة ولا يرضى أن يقوله قدام الآخرين، أو أنه عمل جيد، وكان أبوي ما كان عنده عمل أنه حتى الشيخ ينادي يطلب من عنده، ولا كان عمل سيء قد تكون مشاية. فجلس في المجلس إلى أن دخل مع الشيخ في المختصر، فقال لا تأمر يا طويل العمر. قال هل عندك بنت اسمها سعاد؟ يقول أبوي يعني في ذاك الوقت حسيت أن الأرض حتنشق من تحتي، لأنه كانت الصبح. قلت يا ربي أنا بعرف أن عندي بنت، وعندي بنت أفتخر فيها، بس أي وشاية وصلت للشيخ أنا؟ لنعم ثانوية المرقاب في أولى. قال أبارك لك لأنها نجحت الأولى. يقول أبوي كأن مية ثلج نزلت علي، لأنه كانت التهنئة أولا.
فقال له هل يا ابن عمي تسمح لي أن أخطب سعاد؟ قال له والله أنا بالنسبة لي ما عندي مانع، لكن الأمر الأول والأخير للبنت، فإذا تسمح لي أنه لما أذهب إلى البيت سأسأل سعاد وتستطيع أنت تكلم بالتليفون وتأخذ الخبر. فكان الظهر لما بعد ما أجي أبوي كان تقريبا الساعة 11 الظهر، عادة أبوي يأتي الساعة 12 وربع وقت غداء. فهو أول ما ينزل أول ما يدخل على الباب دائما ينده لي أم الخير أم الخير، كان كتير مدللني وكنت الابنة الوحيدة. فهديك اليوم دخل بس ما يعني النداء ما كان على عادته، كان متردد. فرحت أركض لك قلت له خير يبا في شيء؟ قال لي اجلسي. جلست قال لي إجاكي أحد من أبناء عمك يخطبك؟ قلت له إن شاء الله مو ابن عمي، كان عندي ابن عم طلبني وأنا كنت رافضة. قال لي لا مو هو، بس في واحد أنا ما راح أقول لك أي شيء ولا راح أعطيك أي صورة عنه، وأنت بنفسك تحدد يعني تحددين إذا كان هذا راضيكي أو لم يرضي. فقلت له منو يبا؟ قال لي عبد الله المبارك. ما صدقت حقيقة، لم أصدق أن عبد الله المبارك هذا الرجل الفارس، هذا الرجل العظيم، هذا الرجل الذي أحلم به كفارس يختطفني على فرس أبيض ويطير فيني. قلت له مو معقولة. قال لي نعم، عبد الله مبارك قد اختارك من بنات عمك، فماذا تقولين؟ لم أخجل ولم أتردد، فقلت له أنا موافقة على طول. قال لي أوكي، هو حيطرب لك تليفون على 12:30 واحدة إلا ربع. فأنا قلت له إذا موافقة سعادة حترد عليك، إذا ما في شيء أنا حرد عليك. فما صدقت على الله، حصلت ضرب التليفون. قال لي هلو سعاد؟ قلت له نعم. قال لي أنا عبد الله. يعني ما عرفتش كيف أتكلم حقيقة، يعني هذا الرجل بالنسبة لنا شيء كبير جدا جدا جدا، يعني سواء بتاريخه أو بأعماله أو بفروسيته أو بعطاءه أو بالنسبة للعائلة، كان حقيقة حنون جدا بالنسبة لجميع أفراد العائلة. فقال لي هل الوالد أخبرك؟ قلت له نعم. قال لي موافقة؟ قلت له نعم. قال لي زين، نجي بعد الظهر نشرب الشاي عندكم؟ قلت له حياك الله. وهذا الذي حصل، وشرب الشاي. كان في سنة 1959 في شهر مايو. والزواج كان أي متى؟ زواج تأخر إلى 60 سبتمبر 60، لأنه توفى الوالد، فاضطريت أن نتأخر إلى أن كمل 10 أشهر. قال لي أنا ما أقدر أصبر أكثر من 10 أشهر، وتزوجنا بعد ذلك في سبتمبر سنة 1960. نلفت أنه الشيخ عبد الله مبارك خرج من السلطة ومن الحكم عند اقترانه فيك، هل من أجل الحب، من أجلك أنت ترك كل شيء مثل الملك إدوار على سبيل المثال مثلا بإنجلترا؟ حقيقة يعني التشبيه هذا غير وارد، لأن لا أنا السيدة سمسن ولا عبد الله مبارك الملك إدوارد، ولا القبيلة أو العشيرة أو العائلة عندنا تحرم زواج ابنة العم. فعبد الله مبارك ابن عمي، وكان زواج حقيقة كل أهل صباح فرحوا بهذا الزواج، ولكن كانت هناك ظروف بين الشيخ وابن عمه الحاكم، في أشياء أو هناك بعض التشريعات لم يكن يرضى عليها، والقوانين التي لا تناسب وضع الكويت والتي نعاني منها الآن، وقد أعادوا صياغتها مرة أخرى. هناك مشكلة الحدود، كان عبد الله مبارك راغب أن الحدود تنتهي بين الكويتيين والجيران، وأن لا يتدخل حد من الأجانب، حط بين قوسين الأجانب. هناك قضية بناء جيش كويتي قوي، لم يكن يوافق الشيخ الله يرحمه عبد الله السالم على هذا، وكان الشيخ عبد الله يريد لهذه البلد أن يكون لها جيش قوي تستطيع أن تدافع عن نفسها، أن يكون لها بنيان قوي. وحقيقة هذه المشاكل لم تؤثر، وخرجنا بسلام، وبقى عبد الله المبارك أكثر من 30 سنة خارج الحكم يحترم عائلته، لم يتكلم
ولم يحاول أن يشوه كما شوه هو من بعض الناس المدفوعين، وظلت صورة العائلة لم تنكسر في عينيه. قلت قبل شوي أنه وقت والدك أعلمك برغبة شيخ عبدالله بالزواج منك ما صدقتي، كان هذا حلم بالنسبة لك أنت، ليش؟ شو كنت تعرفي عنه قبل الزواج؟ حقيقة أعرف عن عبدالله مبارك مثل ما يعرف كل أهل الكويت، رجل شهم، فارس، كريم، معطاء، بهية طلعة، كان طلعته بهية جميل، رجل حكم قوي، عادل، حازم، ما كان يخوف بالحق لومة لائم، كان يعاقب أقرب الناس له، وكان يحافظ على هيبة الحكم وهيبة البلد. فكانت حقيقة هذه الأشياء التي نعرفها عن عبد الله مبارك ويعرفها الكويتيين عنه، كان يحب الفقراء، يساعد المحتاجين، يحب العرب جدا، كان يقربهم إليه سواء في مجالسه أو كان في العمل أو صداقاته. فهذه الصورة المبسطة عن هذا الرجل العظيم. دولة الكويت الشيخ عبد الله مبارك ساهم طبعا بشكل خاص ببنائها، بتطورها، بازدهارها وبانفتاحها على العالم. هل فيك تسردينا أهم المحطات يلي شهدتها الكويت ويلي كان الشيخ بصمي فيها؟ يعني إذا كان تكلم الواحد على تاريخ الكويت الحديث لابد أن يذكر عبد الله مبارك. فعبد الله مبارك ساهم في بناء دولة الكويت من كان عمره 12 سنة، فلما كان فتى وهو في العمر الثاني عشر، ثالث عشر، أمسك أو تولى بوابة الشامية، أحد البوابات الكويت، وهذه البوابات هي التي تفتح في النهار وتقفل في الليل، لأن الكويت كباقي المدن القديمة كانت محاطة بالأسوار. وبعد ذلك تدرج عبد الله مبارك في مكافحة التهريب في الأمن العام، وبعد ذلك أصبح نائب الحاكم، ساهم الشيخ في بناء المؤسسات الكويتية، سواء بناء الجيش، فقد بنى الجيش، بنى، ساعد في إرسال، كان يحترم المرأة جدا، وكان يراهن على الإنسان، وكان يجدد أن الكويت هي بإنسانها. فكانت البعثات هو الذي ساهم وشجع في البعثات سواء الكويتيين أو الكويتيات، وكان يقف مع المرأة في ذلك. الإذاعة، التلفزيون، خطط له مدرسة الطيران، مثل ما قلت الجيش، أكثر المؤسسات هو الذي ساهم في بنائها. وكذلك عبد الله مبارك ساهم في بناء المجتمع المدني، فقد كان رئيسا فخريا لأول نادي، هو النادي الأهلي الذي تأسس سنة 1947 على أنه فريق لكرة القدم، ثم أصبح النادي الأهلي سنة 1949، كان رئيس شرف عبد الله المبارك. ثم تطور هذا النادي فأصبح في الخمسينات النادي الثقافي القومي، وكان له حقيقة هو الذي بث الفكر القومي في الكويت. وكان عبد الله المبارك مستوعبا لهذا ولهالتغيرات، لأن الشباب عندما كانوا يعودون من الخارج كانوا لهم طموحات ولهم يحتاجون للتغيير، وكان عبد الله مبارك ساعدهم في هذا التغيير. فعبد الله مبارك حقيقة ترك بصمته في الكويت سواء بالمؤسسات الحكومية أو من خلال المؤسسات المجتمع المدني. وكمان لما كان يبعث البعثات كانت هناك مجلة البعثة سنة 47 صدرت في القاهرة والمجلات الأخرى. فحقيقة التاريخ طويل لا يستطيع الواحد أن يسرده، ولكن عبد الله مبارك له لبنة في كل بناء في الكويت الحديثة. طبعا الارتباط بإنسان مثل عبد الله مبارك هو مش ارتباط فقط بالجسد وبالروح وبالاسم، هو ارتباط يمكن بالنهج، ارتباط بالفكر. شو أهم الأشياء يلي انزرعت بداخلك أنت أو فيك أنت وتعلمتيها من الشيخ عبد الله مبارك؟ الحقيقة عبد الله مبارك علمني الثقة بالنفس، تمسك بالمبادئ، أن لا خوف، أن أكون شجاعة في قول الحق، مواجهة الآخرين، أن
أني أكون مع الضعفاء، أن أساعد من أستطيع أن أساعده، أن لا أرد مظلوم وأن لا أرد محتاج. عبد الله مبارك كمدرسة، وحاولت أن أنهج هذه المدرسة وأن أعلم أولادي من مبادئ هذه المدرسة. دكتورة سعاد الصباح، ببرنامج مرايا في عنا صفحة سريعة، وبها الصفحة السريعة في عنا أسئلة سريعة راح أطرحها عليك وراح أطلب منك بالمقابل إذا في مجال تجاوبي عليها بكلمة أو بجملة واحدة. فينا نبتدي؟ تفضل. أهم حدث بحياتك؟ زواجي. أجمل يوم بحياتك؟ عندما ولد مبارك الصغير هنا في بيروت في أغسطس 29 1961. أتعس يوم بحياتك؟ غزو الكويت 2 أغسطس 1990. أجمل لوحة شفتيها؟ أجمل لوحة هي لوحة الشهادة لأي مواطن يستشهد في سبيل وطنه. أجمل هدية لقيتيها؟ أجمل هدية هي هذا القرآن من عبد الله المبارك. كيف أشوفه؟ هذا هو. رح نقرب الكاميرا عليه أكثر شوي تنسمح المشاهدين يشوفوه. ما كنت أتوقع أنك تسألني هالسؤال. لكن الهدية يعني كل هي رمز للقرآن؟ نعم. هديك إياها؟ ولا زالت دائما من أكثر من 30 سنة من 1960 وهي في عنقي. ماشيلها أبدا. ماشيلها أبدا. كتابك المرجع؟ القرآن الكريم. مثالك الأعلى؟ عمر بن الخطاب. شعرك بالحياة؟ شعري بالحياة إن الحياة وقفة عز. حكمتك المفضلة؟ اتقي شر من أحسنت إليه. حلمك الكبير؟ حلم الكبير وحدة حرة لشعب حر. إن شاء الله. إن شاء الله. لجميع الشعوب، لجميع الأمة العربية. إن شاء الله. وقفة مع الإعلان، نرجع نتابع لقائنا مع ضيفتنا الليلة دكتورة سعاد الصباح بهالحلقة المميزة والخاصة من برنامج مرايا. خليكم معنا عزيزي المشاهدين. عودة إلى مرايا الام تي في، ضيفتنا العزيزة الدكتورة سعاد الصباح الآتية خصيصا من الكويت لتسجيل هذه الحلقة. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية. أهلين. رح نترك الكويت جغرافيا ورح ننتقل إلى الارتحال، إلى بيروت، إلى القاهرة وإلى أوروبا. نحن نعرف إنه بهالعواصم ثلاثة أو أربعة، أوروبا يعني عم بحكي هون تحديدا جنيف ولندن، خاصة بالقاهرة وبيروت. الشيخ عبدالله مبارك الصباح والدكتورة سعاد الصباح أقاموا علاقات متينة وصداقات. العلاقات مع الوقت أصبحوا صداقات للعيلة، رجال سياسة وسلطة واقتصاد وأعلام تحولوا مع الوقت إلى أصدقاء للعائلة. بدنا نحكي شوي هنا على العلاقات. هل عند موت الشيخ عبدالله حفظتي عليها أم انتهت أو ماتت بموته؟ الحقيقة ما في أحد يسد فراغ عبدالله المبارك، ولكن احنا بنحافظ على علاقاتنا مع الأسر الحاكمة والصداقات القائمة التي قامت على أيام عبدالله المبارك، وبعض الأسر التي زال في الحكم والتي تركت الحكم، في أما مع المفكرين والأدباء والصحفيين والمثقفين التي اللي كان عبد الله المبارك يعرفهم، فلا زالت علاقتنا مع عائلتهم مستمرة. حقيقة عبد الله المبارك ثري بمعرفته. لما جاء لبنان كانت في الأربعينات، تعرفنا على الشيخ بشار الخوري، على الرئيس رياض الصلح، على الرئيس أحمد داعوق، على الرئيس عبد الله اليافي، على الرئيس صائب سلام، على حقيقة الكبار. كل الرؤساء كانوا صداقة شخصية، سواء الرؤساء الرئيس كميل شمعون، الرئيس سركيس، الرئيس فؤاد شهاب. حقيقة يعني الأسماء ذكرتي بقت منخل بعد الغزو، بس جميع الرؤساء حقيقة كان له علاقة شخصية. وفي أيام فؤاد شهاب أخذ عبدالله المبارك وسام الاستحقاق، أتذكر أول شاح الأكبر للاستحقاق اللي هو أعلى وسام في لبنان، ولا علاقة في المغرب العربي مع الملك محمد الخامس، وعلاقته طبعا في مصر كانت علاقة قوية، وعلاقة أخوة وصداقة مع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والرئيس أنور السادات وجميع أعضاء مجلس الثورة، ولا زالت علاقاتنا مع الجميع قائمة.
أما في الخليج العربي فكانت له صداقات كبيرة في مع الأسر الحاكمة التي لا زالت الأولاد حقيقة مستمرين فيها في السعودية والعائلة المالكة السعودية التي نكون لها كل احترام وكل تقدير، والعائلة في البحرين، العائلة الحاكمة في البحرين كذلك التي نشعر ونحن بينهم كأن بين أهلنا، وكان له علاقة ممتازة حقيقة مع قطر الشيخ علي آل ثاني. ولكن حقيقة لابد أن أسجل هنا أنه علاقتنا مع الكبار انقطعت، ولكن علاقة الصغار لا زالت قائمة، فابني مبارك صديق لولي عهد قطر. أما الدول الأخرى فكان له علاقات مع سوريا، كانت علاقات ممتازة في أيام أديب الششكلي وقد منحه أعلى وسام، في أيام الرئيس القوتلي وكان صديقا حميما، وكان يستقبله لما يكون في لبنان يذهب إلى سوريا يستقبله استقبال الرؤساء من على الحدود، وكان له علاقات مع رجال الحكم في سوريا ومع فيصل رئيس أركان فيصل جمال أو جمال فيصل الذي كان رئيس أركان القوات المسلحة للجيشين السوري والمصري. حقيقة يدخلني الذاكرة، ولكن لها صداقات ممتدة على امتداد الوطن، لها صداقات في تونس، لها صداقات في العراق مع الأسرة الحاكمة في العراق، كانت صداقات قوية، في لها صداقات في الأردن. طبعا هذه الصداقات لا زالت قائمة بالأكثر. أما صداقته مع القبائل العربية التي كان يعتبرها سند الحكم في الكويت فحقيقة ظلت قائمة إلى الآن، وهذه القبائل أولادي وأنا نكون لهم كل التقدير والاحترام والمعزة. في الجزائر كانت له صداقات مع مجلس الثورة ومع الرئيس فرحات، ما بعرف أي دولة نسيتها، بس حقيقة صداقات غنية. هنا في لبنان كانت له صداقات كثيرة مع جميع مثل ما ذكرت الرؤساء ورؤساء الوزارات والوزارات والوزراء والنواب الصحفيين المثقفين. كانت له جلسة يومية هنا في لبنان وكنا نلتقي بالجميع حقيقة، وأنا قد استفدت من هذه المدرسة، مدرسة عبد الله مبارك التي أعطتني في لبنان الكثير وعلمتني الكثير من خلال اللبنانيين الذين أعطوني من ثقافتهم وفتحوا لي نافذة على العالم. على كل حال لبنان عنده مكانة خاصة بقلبك، وشي منلمسه بكتاباتك وخاصة بكتابك صخر الخليج اللي قرأناه واستمتعنا فيه، وشي نلمسه على طول بأحاديثك لبنان وبيروت بشكل خاص على طول على سيرة. حقيقة أنا بحب بيروت، بحب لبنان وحبي هذا من الصغر، كنا نجي لنقضي الصيف، ولكن عبد الله المبارك حب لبنان من الأربعينات قبل ما أولد، كما أعطاني القوة في هذا الحب لما شفته دائما يجدد من خلال لقاءاته يعني. وحقيقة بذكر شيء يعني أنه في لبنان من أسبوع بالصدفة، يا ريتني جبت الألبوم معي، من أسبوع زوج ابني هو ضابط بالجيش، زوج بنتي العفو الشيخ خالد، زوج بنتي الشيخ خالد فهد الأحمد صديق له في الجيش الكويتي في فيلكة، فجاب لي جاب له ألبوم من الصور، وهو ألبوم مسروق من قصرنا لأنه القصر عندنا الأبيض سرق على بكرة أبي، فجاب لي جاب لي فقال هذا يمكن تستفيدون منه. فلما فتحت هذا الألبوم اللي هو حولية عبد الله المبارك في بيروت للدراجات، مقيمتها جريدة النهار برعاية الشيخ عبد الله المبارك، فتصور من سنة 1953 كان في حولية عبد الله المبارك يقيمها للدراجات في لبنان، فتصور بعد 50 سنة، فلا بد أن تكون هذه العلاقة وثيقة، ولا بد أن يكون هذا الحب ممزوج بالاحترام. طبعا دكتورة سعاد الصباح، إقامتك بالقاهرة هل ساعدت فكرك القومي على النمو والازدهار من خلال احتكاكك بأقطاب الثورة والثقافة والفكر القوميين، أم بسبب عقيدة خاصة فيك؟ الحقيقة احنا الكويتيين كلنا يعني هذا بدون تنظير، احنا القومية العربية
إذا حللت دمنا فبتلا أنه فيتامين القومية العربية يجري في عروقنا، فمو مو ما في تنظير بالنسبة للقومية العربية. وعشت في بيت أبي الشيخ محمد صباح الصباح، كان عربي أصيل يدافع عن قضايا وكنت أسمع عنه دائما. وثم عندما انتقلت إلى البيت الكبير بيت عبد الله المبارك، عبد الله المبارك كان عربي أصيل يدافع عن كل ما هو عربي، وكان بيته مفتوح لكل العرب، وكان يسمي بيوته في جميع أنحاء العالم قصر العروبة، سواء في لبنان أو في بيروت أو في القاهرة أو في اسكندرية أو في جنيف أو في لندن، دائما يكتب على بيته قصر العروبة بيت العرب. وهذا يعني مش تنظير ولكن حقيقة، كان حب العرب يفتح لهم قلبه، يفتح لهم صدره، يفتح لهم فكرة. عبد الله مبارك تأثر بوالده الكبير مبارك الكبير الذي كان يقول دائما إن العرب، إن بلاد العرب للعرب، وإن الخلافة لابد أن تعود للعرب من الأتراك، وهو الذي اقترح بقيام سنة 1907 المؤتمر الذي دعا له الملك عبد العزيز والشريف حسين طالب النقيب خزعل وابن رشيد، ولكن اعتذر الملك عبد العزيز ولم يتم هذا اللقاء. فسنة 1915 كمان ظهرت هذه الفكرة مرة أخرى، وظل الشيخ مبارك الكبير يلح عليها. فعبد الله مبارك تربى في هذا الفكر القومي العربي، وأنا تربيت في هذا البيت الذي كان له جناحين، جناح عبد الله مبارك وجناح أبي. طبعا مصر النابضة بالحركات القومية وفي فورتنا القومية وفي كل التحولات التي حصلت في خلال الخمسينات والستينات، فكان حقيقة بحر أنهل منا، وقد عمق شعوري القومي وقد ومداركي، وقد كانت لقاءاتنا المستمرة بالرئيس جمال عبد الناصر وبأعضاء الثورة والرئيس أنور السادات، كانت هذه دفعة لنا أو لي أنا، لأنه كان شيخ عبد الله دائما يلتقي فيهم، أنه نحتك فيهم في مجالسهم ونعرف فكرهم، وتشربنا بهذا البحر العروبي. هل بإقامتك بأوروبا بلندن وبجنيف ابتعدتي عن هموم وعن قضايا الوطن العربي، أم على العكس استعملت الثقافة والشعر تحديدا الانطلاق والانتشار بفلك العربي بشكل أوسع وأشمل؟ حقيقة جنيف لم تكن عاصمة على محطة يعني الارتحال. جنيف كانت صيفية ككل الخليجيين اللي بيطلعوا بعد لبنان، بعد ما أغلقت نوافذ لبنان وأبوابها بدينا نصيف في جنيف. ولكن لندن حقيقة نفعتني في ثقافة وعلما وفكرا، و لكنها لم تكن أبعدتني، لم أبتعد عن الفكر القومي. كنت دائما ألتقي بإخواني العرب واتحاد الطلبة العرب، وكنت أدرس، ومن خلال دراستي استطعت أن ألتقي بكثير من الزملاء العرب، ولم أكن في يوم من الأيام مبتعدة عن الهم العربي والشأن العربي. دكتورة سعد الصباح، انطلاقتك الشعرية الواسعة بدأت بال84 وبعدها مستمرة اليوم طبعا بنجاحات كبيرة. بيبقى السؤال، متى بلشتي تكتبي شعر؟ الحقيقة بلش فضايح يعني عشان عمري، ف بديت حقيقة كان عمري 13-14 سنة، كان عندنا امتحان هندسة وكان صعب جدا، فلقيت كلمات تتساقط على الورقة، وما بعرف شعوري كان شعور كأنه البنت لما تحب المرة الأولى، وأنا بكتب ما تصورت إنه شعر. ذهبت المدرسة الصبح وأنا سعيدة وفرحانة ومش عارفة، في عندي شعور غريب، فقرأت ما كتبت لصديقاتي وزميلاتي والمدرسة، حصلت على التشجيع، قالوا هذا شعر، فبدأت من ذلك اليوم أكتب. بس كل كتاباتي هذه تنتمي إلى طفولتي الشعرية، لكن بعدين بعدما اشتدت شد عودي وقويت عضلاتي، أدواتي ولغتي، بدأت أكتب
ونشرت أول كتاب، وهذا كمان بداياتي الشعرية أو النثرية الأولى هنا في بيروت، كان من عمري 1963. أو ثم أمنية الذي هو كتاب رح، والأيام الوردية الجميلة سنة 1971، ثم سنة 1982 إليك يا ولدي هو كتاب الحزن والفجيعة، فهو كتاب عبارة عن مرثية، مجموعة شعرية مرثية عن ولدي البكر مبارك الذي توفى وهو بين يدي في طائرة بين السماء والأرض. في 80 كان ديوان الاختمار وديوان الذي يشبهني وهو فتافيت امرأة، كانت دواوين الأولى هي دواوين الحياد ودواوين الرومانسية، كنت أقف على أرض الرومانسية وعلى أرض الحياد، ولكني في ديوان فتافيت امرأة اشتبكت بلحم الحرف والكلمة، ولم أتوارى خلف أصابعي، ولكني كتبت بكل شجاعة عن عاطفتي وعن مآسي القومية والعربية. هذا الديوان يعتبر بالنسبة لي هو ديوان التحدي والرفض وديوان الاختمار. بعد ذلك كانت حوار الورد والبنادق، وثم ديوان في البدء كانت الأنثى، ثم خلال الغزو كانت نعم وطني، وهل تسمحون لي وهو كتاب نثري، هل تسمحون لي أن أحب وطني، ومن ثم قصيدة لعبد الله مبارك زوجي ورفيقي وصديقي آخر السيوف، وثم امرأة بلا سواحل وهو آخر دواويني، وإن شاء الله السنة الجاية ديوان آخر إن شاء الله. إن شاء الله. ليش تكتب شعر؟ أكتب شعر حتى أدافع عن عقل المرة، أكتب الشعر حتى أدافع وأرفع الوصايا عن عقل المرة عن فكرها، أكتب حتى أستعيد أستعيد على الثقافة، على خريطة الثقافة، أن تكون المرأة موجودة على هذه الخريطة، أستعيد سيادة المرأة على اللغة. أريد أن أكتب وأكتب حتى أعبر وأقول إن المرأة قادرة على التعبير عن أحاسيسها، أكتب حتى أطرح وحتى تطرح المرأة قضيتها بنفسها، لأن الوسطاء لم يكونوا معها. أكتب لأعيد العدالة إلى نصابها، أكتب حتى تخرج المرأة من القارورة ومن التشيع ومن العزلة ومن مقابلة المرايا إلى مجابهة القضايا، أكتب حتى أقول إن المرأة تستطيع بعقلها أن تصل، وما تريد أن تدافع به وعنه هي لا غيرها. حلو. هل مآسي بحياتك كانت مصدر قوة وإلهام لتفجير طاقات شعرية وأدبية عديدة؟ الحزن صديق الإنسان وصديق الشاعر وصديق الكاتب. الحقيقة المعاناة هي البحر الكبير الذي يقطعه الشاعر أو الكاتب حتى يصل إلى الشاطئ وحتى يستطيع أن يكتب بمعاناة. إذا أخذنا الأرض 9 أشهر تعاني حتى تطلع زهرة، إذا أخذنا المحارة كم تعاني حتى تعطينا هذه اللؤلؤة الجميلة، الأم كم تعاني 9 أشهر حتى يأتي الوليد، العين كم تعاني حتى تأتي الدمعة، فكيف بالقصيدة أو كيف بالكتابة الجميلة؟ لابد من المعاناة. لا يستطيع الإنسان أن يقول أنه يكتب وأصابعه لم تحترق، لا يستطيع الإنسان أن يصف البحر وهو لم يرى البحر، فالمعاناة شرط أساسي
للكاتب وللشاعر. هل بتنزعجي وقت بيقارنوا شعرك بشعر نزار قباني؟ يا ريت يقارنوني، هذا أطول قامة في تاريخنا الحديث، فيا ريت يقارنوني فيه. أنا سعيدة جدا وأشكرك على هذه المقارنة. يا حقيقة سعيدة، وبنفس الوقت يعني أشوف إنه هذه المقارنة بترفعني، فشكرا لك. لأن قامتي لا زالت لا تصل إلى قامة من هما أساتذتنا، وخصوصا الأستاذ نزار. شعر سعاد صباح صار هنالك جدل ولخط وتساؤلات حوله. لو ما كنت امرأة عربية من عدم رقبة القبائل الحاكمة، برأيك أنت هل كنت واجهتي يلي واجهتي من عواصف عم بتحاول لجمك والحد من جرأتك؟ ما أظن لأني من عظام القبيلة كما تقول، لأن القبيلة ليست حجرا نعبده ونبكي أو وثنا نبكي عليه، والقبيلة ليست خطوط لا نستطيع أن نتعداها. القبيلة لابد أن تحترم عقل المرأة وعقل الرجل حتى تحترم نفسها، فأنا لا أظن أن القبيلة هنا لها دخل، ولكن المجتمع العربي لماذا يهاجم المرأة؟ لأنها جريمتين، جريمة الأنثى لأنها أنثى فهذه جريمة، وجريمة الكتابة، فكيف تقترف المرأة جريمتين يعني؟ فكثير عليها أن تقترف، يكفي أنها امرأة، فلما تكون امرأة وتقترف الكتابة فهذا ذنب كبير، فتبدأ السكاكين بذبحها ونحرها. يعني حقيقة أنا فخورة أن كثير من الأسهم طالتني وكثير من السكاكين وصلتني، ولكن العبرة في الآخر. ومثل ما أقول، عند الخفافيش تمضي وإن الذوابع تمضي، وأعرف أنهم زائلون وأني أنا الباقية، فكلهم حيزولون وتبقى الكلمة الشجاعة هي الباقية. حلو، شرد على طول ضل بقية. هذا هو المهم. رح نتوقف مرة تانية مع الإعلان، نرجع نتابع لقائنا معك دكتورة سعاد الصباح. أعزائي المشاهدين، مرايا الام تي في الليلي بيسعد يستضيف الآتية من الكويت الأميرة سعاد الصباح. خليكن معنا، اللقاء بعد ما انتهى. لقاء مميز، وكلام بالوطن، كلام بالشعر، كلام بالأدب بالثقافة، مع دكتورة سعاد الصباح ضيفتنا اليوم بمرايا بهالأمسية المميزة. أهلا وسهلا فيك، مرح فيك لين. مرة تانية وتالتة ورابعة. أهلين دكتورة سعاد الصباح، هل من خلال شعرك عم بتحاولي تتعاطي بالسياسة؟ حقيقة أخر كاول يعني من منا مو سياسي في هذا الوطن العربي؟ يعني قبل شوي قلت لك احنا جزء من تركيب دمنا هو سياسي، فمجرد ان بدي اقرا لك عشان اقول لك اذا كنت انا اتعاطى السياسه حتى من خلال شعري، او اني اعبر عن هموم هذا الشعب المهموم، العربي المهموم في هذا الوطن المهموم. عندما اقول ان في لبنان اطفالا يموتون وعرضا يغتصب، اغضبي ايتها الارض فان الارض لا يفلحها الا الغضب. او عندما اقول كلما شاهدت عصفورا بروما او بباريس يغني دون ان يشعر بالخوف بكيت، كلما حدثني الحاكم عن عشق الجماهير له وعن الشورى وعن حرية الرأي بكيت، كلما استجوبني بوليس قطر عربي عن تفاصيل جوازي عدت من حيث أتيت. أو لما أقول لا، أو لما أقول نحن باقون هنا، نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا، ومن القلب إلى القلب لنا، ومن الآه إلى الآه لنا، كل دبوس إذا أدمى بلادي هو في قلبي أنا. أو لما أقول
أعطني شبرا من الأرض يسمى وطنا ما به مشنقة أو مخبرون، أعطني شبرا من الأرض يسمى وطنا لا تغطيه المنافي والسجون، أعطني شبرا من الأرض يسمى وطنا ما به مشنقة أو مخبرون، أعطني شبرا من الأرض يسمى وطنا لا تغطيه المنافي والسجون. وصل السيف إلى الحلق ولا زال لدينا شعراء يكتبون، وصل السل إلى العظم ولا زال لدينا شعراء يكذبون ويقولون على الأوراق ما لا يفعلون. هل هذا تعاطي سياسة أو هذا هم سياسي لكل عربي؟ فأرجو تفسيره. أنا ما لحد أضيف شيء هون، بدي لك يسلم تمك. خلينا دكتورة سعاد الصباح، رح أوصل هون لفصل طبعا فصل محزن جدا بحياتك، بحياة كل عربي وكل كويتي بشكل خاص. لنحكي شوي عن الغزو العراقي للكويت. طبعا هي ذكريات أليمة وذكريات مرة، ذكريات عن الاضطهاد، عن السجن، عن القمع. كيف عشتي انت هالمرحلة هيدي؟ شو صار فيها بنت الصباح؟ شو صار فيها الشعر القومية؟ الحقيقة أنا عربية كويتية. ماذا حصل لي؟ كنت واقفة على الخط الأمامي أدافع عن القضية العربية، والكل يعرف أني كنت هناك أدافع عن القضية، ونمت بالليل أحلم بأن نذهب لتحرير فلسطين. وفي 2 أغسطس وجدت أن خنجر أخي الذي وعدني بتحرير فلسطين يدخل خاصرتي، فلك أن تعرف مدى الألم. الحقيقة الغزو كان شيء مؤلم بالنسبة للكويتيين، والتحرير أو عملي في نقطة في البحر العطاء الكويتي الكبير اللي هو كتاب كتبه كل كويتي وكل مقيم على أرض الكويت الطاهرة. التحرير سيمفونية رائعة وضح كل كويتي وكل مقيم وكل شريف جملة فيها، إلى أن كانت سيمفونية التحرير. من اليوم الأول كنت في لندن، اليوم الأول كان البيت، كان السفارة الكويتية هي بيتنا، واللجنة الكويتية التي تشكلت هي عنواننا الدائم. أولادنا الصغار كانوا يعملون سعات ويعملون في تقديم الشاي والأكل لنا ومسح البلاط. الأكبر منهم كانوا يوزعون المناشير ويذهبون صباحا من 6 إلى محطات المترو لتوعية الناس والبريطانيين، على الأقل أتكلم عن بريطانيا لأن كنت ساكنة في ذاك الوقت في بريطانيا، توعية الشعب الإنجليزي أو الشعب البريطاني بما حصل لهذه الأمة. الإعلام كان سلاح قوي، وكنت لابد أن أتصدى في سلاح الإعلام. اشتركت في اللجنة العليا وكوننا لجان عديدة. بدأت الكتابة في جريدة الشرق الأوسط بالأيام الأولى، وهذا لهذه الجريدة العظيمة، إلى أن صدرت جريدة القبس ثم صوت الكويت، وكنت أكتب فيها يوميا. كنت أكتب مقالتين يوميتين إلى إذاعة الكويت في الدمام، أكتب برنامج تحريضي فيه شعر المقاومة وفيه أخبار عن المقاومة، أرسله من لندن بالفاكس إلى الدمام، وبرنامج مسائي هي أقوال الصحف البريطانية كنت أترجمه وأبعثه، مع برنامج أسبوعي تحليلي حتى إخواننا في الداخل يعرفون ما يجري عن قضية الكويت. استأجرت إذاعة في بريطانيا سبكترم، تبث، وكان صوت الكويت الحرة، تبث أخبار الكويت وتخبر العرب الموجودين في أوروبا عن الكويت، وتخبر الكويتيين عن أخبارهم. على الصعيد الثقافي كنت ضابط ارتباط بكبار المثقفين والأدباء والكتاب. شاركت في جميع المسيرات وحركات الاعتصام، شاركت في الحوارات السياسية
الدائرة وفي الحوارات السياسية في الهايد بارك. كان الإعلام الخارجي مهم جدا، وسافرت واشنطن 2/9 بعد الغزو في شهر 1 للقاء الطلبة الكويتيين في واشنطن، وسافرت إلى جنيف، قابلت كثير من وراسلت وقابلت كثير من الهيئات والمنظمات الدولية والاتحادات. سافرت إلى واشنطن، سافرت إلى براغ، سافرت إلى جنيف، سافرت إلى القاهرة التي كانت هي الحقيقة ولا زالت عاصمة الإعلام العربي. سافرت إلى دمشق وهي محطة قومية هامة على خارطة تنقلاتي. تحركت تحرك كبير، سجلت في القاهرة وعملت مؤتمر كبير جدا بالاشتراك مع اتحاد المحامين العرب عن الغزو في شهر أكتوبر، وسجلت شريط بصوتي عن كل القصائد وهربته إلى العراق وإلى الدول أو الأنظمة اللي ضد اللي كانت واقفة ضد الحق الكويتي. أصدرت كتابين هما شهرين بعد الغزو، هو مثل ما ذكرت برقيات عاجلة إلى وطني، و هل تسمحون لي أن أحب وطني. تحركت قدر المستطاع حتى أن كتب الله لنا بالتحرير بفضل أشقائنا وأخواننا ومن وقف مع الحق الكويتي. برأيك أنت اليوم هل مصالحة وردة مع النظام العراقي؟ عندما يسحب الخنجر عن خاصرتنا، فهل يمكن أن يتصالح الجرح مع الخنجر؟ أو هل ممكن أن يتصالح المشنوق مع حبل المشنقة؟ النظام العراقي لا يزال يخفي أكثر من 600 كويتي في سجونه، وحتى الشرط الإنساني لا يحترمه ولا يحترم وجودهم عنده. فمتى ما تحقق الشرط الإنساني قد يكون لنا كلام. رح ننتقل هون لموضوع آخر، موضوع مختلف شوي، إلى النهضة العربية. اليوم وين أو أين هي النهضة العربية؟ الحقيقة سؤال هذا بيضحك ويحزن في نفس الوقت. أين النهضة العربية حضرتك بتتكلم عنها؟ النهضة العربية عندما يخرجون الأمة العربية من الزنزانة ويحجزون لها فندق في الدرجة الأولى من فنادق الحرية، تسألني هناك نتقابل وتقول أين النهضة، أين النهضة العربية؟ لما يكون لا فكر لا توجد هناك نهضة، عندما لا توجد حرية لا توجد هناك نهضة، نهضة عندما لا تكون هناك ديمقراطية لا توجد هناك نهضة، من غير أن يكون هناك إنسان حر وفكر حر. فأنا بانتظار أن يخرجوا هذه الأمة العربية من المأساة ويضعوها في فندق الحرية ولنا لقاء. سعد الصباح، إذا في مجال هون ندخل شوي بخصوصيتك، أحكينا شوي عن عائلتك، من مين مألفة، شو في عندك أولاد، كيف عايشين أنت وأولادك؟ عائلتي حقيقة أفتخر فيها. عبد الله مبارك ساهم في هذه العائلة التي نعتز ونفتخر فيها جدا. ولد البكر توفى حسب ما ذكرت، مبارك الذي ولد في لبنان وتوفى سنة 1973. ولدي محمد الأكبر الآن متزوج من الشيخ بيبي فهد الأحمد الجابر الصباح، له منها 3 أولاد، الأول عبد الله وبنتين سعاد وفضيلة. محمد انتهى تعليمه، خذ الماجستير في العلوم السياسية هذه السنة في أكتوبر، تعلم في الكويت وجنيف، وثم في مدرسة في جامعة في كلية إيتن في بريطانيا، عمل A level level وعمل سنة أوكسفورد، دخله بعدين حصل الغزو فانسحب وتطوع في الجيش البريطاني للتحرير، وثم أنهى دراسته في العلوم السياسية من جامعة نوتنغهام، ثم الماجستير من جامعة لندن.
أمنية آداب إنجليزي، متزوجة من الشيخ خالد فهد الأحمد جابر الصباح، عندها ولدين فهد وعبد الله. مبارك الأصغر هو خريج كلية سانت هيرس العسكرية، تخرج السنة الماضية في ديسمبر، وهو ضابط في الجيش الكويتي، وهذه اختياراته أنه أن يكون ضابط في الجيش. آخر الأنقود الشيماء هي في آخر سنة في الثانوية العامة. هذه العائلة الصغيرة الجميلة تشكل أجمل لوحة في حياتي. يقال أن اليوم سعادة الصباح خففت من تمردها ومن حدة لهجتها، وأن اليوم عم تشتغل على أعداد أنجيلا. هل شيء صحيح؟ هل اليوم أنت عم تحاولي تساعد ابنك على شق طريق سياسي خاص فيه؟ أنا بشوف السؤال هذا، يعني سألت السؤال وأجد أنه سؤال كتير عادي، غير عموش طبيعي أنه أي أم وأبو يوجه أولادهم للمستقبل الأفضل، المستقبل الأجمل. فإذا كنت أنا أوجه أولادي فهذا فخر لي ولهم، وهم أولاد عبد الله مبارك وجدهم مبارك الكبير. فإذا كان فيهم فخر أنهم يكونوا على مستوى أبوهم وجدهم فهذا فخر لي أنا. أما أوجه أولادي، أنا لا أوجه، ولكن هم لابد أن يختاروا الطريق الذي يختاروه، وأنا لي بس أبدأ الرأي. سعاد الصباح، أنت باحثة اقتصادية، أنت أميرة، أنت أم، أنت شاعرة مثقفة، أنت امرأة عم تشتغل على تحسين وضع المرأة بالمجتمع العربي. كيف قدرتي نجحتي بهالأشياء كلياتها؟ وأنت جدة. أنت جدة حقيقة، يعني أي نجاح هو نظام، يعني إذا كنت تنظم وقتك تعرف كيف تنجح، وإذا كنت تحب عملك. فالاقتصاد مثل ما دائما أقول لكم، موظف عندي، فأنا والموظف هذا مبسوطين مع بعض ومرتاحين. الشعر أنا موظفة عنده وهبة من رب العالمين. الأولاد الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، رب يدوم عليهم نعمته، أولاد صالحين، وعبد الله مبارك رباهم تربية جميلة جيدة. يعني لا أجد مشاكل الحمد لله في حياتي، الحمد لله أمسك الخشب. والوقت عندما الواحد يستغل الوقت للصالحة فالوقت معه، وعندما يكون الوقت في غير صالحة لا يستفيد من الوقت. بالإضافة إلى شيء، أنت نجحتي بقطاعين هني حكر على الرجال، مثل القطاع المصرفي وقطاع النفط، ونجحتي. هذا شيء مش سهل أبدا. هي كانت حقيقة نوع من أريد أن أثبت نعم أريد أن أثبت أن المرأة تستطيع. يعني لما جيت أتقدم كان أمامي خيارين، أنا كنت أحب التاريخ جدا، وكان خيارين التاريخ أو الاقتصاد، فكانت لسه ولا كويتية دخلت الاقتصاد، فدخلت الاقتصاد وتخصصت في الاقتصاد. فإذا كان هناك عقل كان هناك تصميم وكان هناك نجاح. حلو، الوقت عم يدهمنا، بعد فعلنا سؤال واحد لنحاول نختصره شوي إذا في مجال. دكتورة سعاد الصباح، أنت ألفتي أو أنشأتي جائزة سعاد الصباح الأدبية، حكينا عنها شوي. الحقيقة الجائزة كانت في سنة 1988، جائزة عبد الله مبارك للإبداع العلمي، وجائزة سعاد الصباح للإبداع الفكري. وإحنا عبد الله مبارك وأنا وجدنا أن الاستثمار في العقل البشري هو أجمل استثمار وأنجح استثمار. هذه الجائزة للشباب دون 30 من العمر، لها لجنة تحكيم، والجائزة فيها جائزة أولى وثانية وثالثة. الأولى فيها 8 مسابقات، الثانية 8 مسابقات، والثالثة 8 مسابقات، مع لجنة التحكيم هي التي تقوم بهذا بفرز المتسابقين، ولجنة من كبار الأساتذة الجامعة والشعراء والأدباء. الجائزة دائما نقيم لها في عواصم الدول المختلفة العربية المختلفة، نقيم لها حفل تقديم الجوائز، ونطبع الجوائز الناجحة في كتب. ولحد الآن عندنا 80 عنوان لكتب الشباب، ونجد أن هذا الشباب لابد أن نمد لهم يد العون حتى
يستطيعوا أن يثبتوا وجودهم على خريطة الثقافة العربية. وشيء ثاني، كان عندي جائزة سعاد الصباح للأرض المحتلة، ولكن بعد توقيع الاتفاقية وقفت هذه الجائزة. وهناك جائزة للمسرح وجائزة للسينما كمان كانت موجودة. ما في جائزة للتلفزيون؟ إن شاء الله. وهذه كلها للشباب دون 30. نحن منهم. زين. سعاد الصباح، أنا بشكر حضورك وبشكر تلبية دعوتنا لإلك للمشاركة ببرنامج مرايا، ومجيء خصيصا من الكويت لتسجيل حلقة. الحقيقة الام تي في، إدارة الام تي في، وأنا مشكرك شكر جزيل. بحب ذكر المشاهدين أن حلقة ليلي من مرايا هي الحلقة ما قبل الأخيرة. بالأسبوع اللي جاي رح نختم مرايا مع اللبنانية الأولى السيدة منى الهراوي. بعدها شيء في عنا حلة جديدة، في عنا تركيب جديدة للبرنامج. مرايا مكمل معكم، ما رح يوقف، لكن بحلة جديدة ابتداء من 18 نيسان. خليكن معنا وتابعونا. شكر كبير لفريق العمل، شكر كبير إلى كل الذين ساهموا بتنفيذ الحلقة، وهالنكتار هني بالكواليس عم يشوفونا هلا. أكيد. ما نسكرون كلياتهم هالنكتار، لكن رح نتشكرون باسم الدكتورة سعاد الصباح وباسمي أنا، باسم كل فريق العمل اللي موجود معنا، وتحياتنا لجميع المشاهدين. والكلمة الأخيرة طبعا هي لك دكتورة سعاد الصباح. شكرا. إذا بدي أقول للبنانيين بقول لهم شعر، آتي من الكويت مثل نخلة متعبة تريد أن تنام، آتي إلى البيت الذي من خبزه أطعمني، آتي إلى الثدي الذي أرضعني، آتي إليكم مشتاقة كي أشكر الحرف الذي ثقفني، وأشكر البحر الذي إلى حدود الشمس قد أطلقني، وهي لبنان طبعا. حلو. لبنان طبعا شاكر لك، ولبنان بيعتز بوجود أبناء مثلك أنت. إذا ساعدهم بالانطلاق أو إذا أعطاهم شيء منه هني أوفي لقلو، وهيدي أجمل شيء بالحياة أنه الإنسان يبقى وفي. أهلا وسهلا فيك مرة تانية، وإن شاء الله نلتقى بلقاء آخر، لقاء متجدد على طول وكل سنة وبكل دقيقة. شكرا. شكرا لهذا اللقاء، وأتمنى دائما للبنان يبقى الدرة في الجبين العربي.